النهارده مشرفني كابتن ايهاب السعد شنورد نورك ربنا يحفظك يا رب. النهارده ان شاء الله هيعمل معانا حجامه. طبعا حابين بس نعرف الناس بالحجامه. الجزئيه الاولانيه ان هي طبعا سنه عصا السلام، سنه قويه. عصا السلام يقول: خير ما تداويت به حجامه، يقول: شفاء امتي في ثلاث، في شربه عسل وشفطة محجم وكلت النار، واني انهى امتي عن الكي. الحجامه لها فوائد كتير جدا جدا على الرياضيين زي الكابتن ايهاب كده اللي منورنا النهارده. وغير الرياضيين، بالنسبه للرياضيين يمكن انا حابب بس اوضح ان في اختلاف كبير ما بين كيسات الهواء اللي منتشر دلوقتي بالنسبه للرياضيين كلهم اللي من منتشر على السوشيال ميديا والحجامه. الحجامه بتشتغل على داخل الجسم، على الاعضاء الداخليه، بتفرغ الجسم من كل السموم الداخليه اللي ممكن تتراكم بعد وجود العضل اللي انتوا بتنزلوه طبعا اثناء التدريبات بتاعتكم. فدي جزئيه مهمه. النقطه الثانيه بتحسن الدوره الدمويه للقلب للعضلات، بتنزل مستويات الكوليسترول والدهون في الجسم، بالاضافه ان هي مساعد لعلاج من كثير من الامراض زي امراض الضغط، زي امراض ارتفاع السكر، زي امراض الصداع الشقيقه، الجيوب الانفيه، لانها بتشتغل بطرق مختلفه داخل الجسم، منها ان هي بتسكن الالم. في اخطاء شائعه جدا ومعلومات غير صحيحه عن الحجامه، ان اللي يعمل حجامه مره لازم يعيدها كل سنه ورا، ودي معلومه غلط جدا يا كابتن ايهاب. لا، حضرتك تعمل حجامه حسب احتياجك، صف سنه ونص سبع ايام محدده اللي هي 17 و19 و21 في الشهر العربي، ولكن دي على التفضيل. التفضيل خير يوم تحتجمون فيه. انما حضرتك لو تعبان في اي مشكله معينه بتقدر تعمل حجامه في اي وقت. نقطة تانية مهمة ونرجع بقى للجزء النسائي في الموضوع، ان من الاخطاء الشائعة برضك ان الحجامة ما ينفعش تتعمل للنساء في سن اللي هو استمرار الدورة الشهرية معاه، وده من ضمن الحاجات والخطأ اللي مشهور جدا جدا. لا، يقدروا يعملوا حجامة، لان طريقة الحجامة مختلفة تماما عن الجزئية دي. اول شيء الحمد لله اضطرني خلصت جلسة الحجامة، الحمد لله الامور طيبة، ما في لا دوخة ولا اي تعب ولا اي شيء. انصح جميع الرياضيين بفعل الحجامه ويجون هنا عندنا في السعوديه الالماني ان شاء الله باذن الله. ويا ريت تشرفونا ان شاء الله في مركز الحجامه في مستشفى السعوديه الالماني، ان كالعاده احنا بنعرفكم كاهنين. جزاكم الله خير.